بعد دخول القطاعات الأمنية إلى الفلوجة وإعلان السيطرة على أغلب أحيائها، زار وزير الداخلية وقادة ميدانيون المدينة للاطلاع على ما حققته القطاعات بعد هزيمة داعش وقتل المئات منهم خلال المعارك ومحاصرة بعض الجيوب المتبقية في القاطع الشمالي للفلوجة والعثور على ما تسمى بالمحاكم الشرعية لداعش وملفات تضم أسماء المسلحين من أبناء الفلوجة والجنسيات الأخرى المتورطين معهم في الفلوجة. تواصل المعركة باتجاه إحدى الجسور الاستراتيجية المهمة التي ستقطع إمدادات العدو بالكامل، وإذا تقدمت قواتنا وسيطرت على هذا الجسر نقول إن مدينة الفلوجة أصبحت من ناحية العسكرية ساقطة وبقبضة قواتنا المسلحة. تم العثور على كثير مما يندى لها جبين الإنسانية من ما يدعى بالمحاكم الشرعية من اعتداءات واعتقالات ومقابر، وسوف تعرض بكل تفاصيلها وأسماء مقاتلين ومرتزقة للتدخل في الشأن العراقي عن قريب بعد إجراء التحليل لهذه العمليات. فيما شاركت بعض الفصائل من الحشد الشعبي في معارك الفلوجة ومساندتها للقوات الأمنية مؤكدة حفاظها على ممتلكات الأهالي والبنى التحتية في المدينة. أنا أملي من الإعلام يركز على المدينة، يشوف هاي البيوت كلها سالمة غانمة الحمد لله، وهذا يدل على الضبط العالي اللي مارسته الأجهزة الأمنية هنا أو في تكريت أو في بقية المدن أو في الفلوجة أو في الصقلاوية أو في القرمة. ترون المدن باقية سالمة والبيوت سالمة ولم يصيبها أي ضرر. وتواصل القطاعات تقدمها باتجاه حي الضباط والجولان وصولا إلى مقبرة الفلوجة في القاطع الشمالي للمدينة لطرد الجيوب المتخفية منها وإنقاذ العوائل المحتجزة لدى داعش في تلك المناطق. لم نلاحظ أي عائلة، أعتقد أنه أكثر من 4 إلى 5 عوائل تم إخلاءها وتم تسليمها إلى الجهات المعنية بالموضوع. الحقيقة أنه هذه المناطق مثل ما جاي تلاحظون مناطق خالية من السكان، داعش الإرهابي هجر أهاليها من قبل فترات وبنى بها مجموعة من السواتر والخنادق. الفلوجة كانوا يرهنون عليها ما حد يقدر يطبلها، الحمد لله والشكر بثلاث أيام إن شاء انتهت الفلوجة ورفعنا العلم العراقي فوق مبنى مقامية الفلوجة. عمر العبيدي، الحرة.